طبعا نحن حاليا موجودين بمسجد التوحيد الموجود في مدينة قلعة المضيق. هذا المسجد الذي أمر ببنائه السلطان سليمان القانوني في أوائل القرن العاشر الهجري. طبعا أمر ببنائه ليكون محطة استراحة للحجاج من بين اسطنبول والحجاز. تعرض هذا المسجد للقصف أكثر من مرة على مراحل التاريخ. في الحرب العالمية الثانية تعرض للقصف تم ترميمه، وآخر مرة كان في سنة 2011 تعرض للقصف من قبل النظام المجرم في قصف ممنهج لبيوت الله عز وجل. طبعا المسجد الأسري له وقع خاص عند الناس وعند طلاب العلم بالذات اللي بيرتادوا هذا المسجد وعند أبناء المنطقة. طبعا المسجد تمرق مراحل ما كان يرتادوا عدد كبير من الناس بسبب القصف، ولكن بعد هدوء الأمور حاليا يرتادوا عدد كبير من المصلين وأموره الحمد لله جيدة.